Let's go. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم علي ناصر من جروب سوليد وورك لايف. هنشرح النهارده مثال على الباكلينج، باكلينج لود على اي بيم، وهنقارنه مع الستاتيك ستادي. يعني هنقارن الباكلينج ستادي بالستاتيك ستادي. ناخد مثال زي ده، نفتح البرنامج، نعمل سكتش لاين، اي لاين كده، اتاكد ان هو فيرتيكال، تمام. اختار طوله 12 متر، 12 متر، تمام. نخش على ويلدمنت ستراكشر ممبر، اختار اس بي بيم واخد اكبر حاجة عندك، تمام. اوكي، ده كده اي بيم يعني كسبورت لوحة اعلانات. لوحة اعلانات طولها 12 متر، هيتركب فوق هنا لوحة اعلانات، وده كأنه العمود بتاعها على شكل اي بيم، تمام. نعدل بس كروس سيكشن، دبل كليك، دبل كليك على الشيب ونعدل الكروس سيكشن. انا عاوز الكروس سيكشن زي المثال اللي عندي هنا، يبقى 258 ارتفاع، 258 ارتفاع، في 146 عرض، تمام. نلغي ده، مش عاوزينه الطول ده، سوري. نفتح السكتش ونعدله، نلغي الطول ده مش عاوزينه، تمام. خلي ده 6 ملي، 6 و1، اعمل ابديت، مظبطش. عاوزين السيكنس ده كمان 6 و1، كده تمام. الاي بي مظبط معاك، ده اللي انا عاوزه، ده المقاس اللي انا عاوزه في على حسب المثال اللي انا اخترته. اوكي، هنخش نعمل استادي، نعمل كليك يمين كده على موشن استادي، ونختار سيموليشن استادي، كرييت نيو سيموليشن استادي، ونختار الباكلينج استادي، سوري. الاول نختار الماتيريال عشان يختاره لنا هو اوتوماتيك، هنختار الوي ستيل، ابلاي، كلوز، نخش نعمل كرييت نيو ستادي، اختار الستادي الباكلينج. اوكي، اول حاجة هنا في الباكلينج بيبقى عندك حاجة اسمها جوينت جروب. انت لما بتختار ستراكشر ممبر بيقسمه لك لللاين اللي انت بدأت الرسم منه، ونقطتين النهاية، نقطة البداية ونقطة النهاية. يهمنا الأول الفيكشر، ايه نقطة التثبيت، نقطة التثبيت هنختارها النقطة دي. هو اوتوماتيك عرف السطح ده كده كأنه هو اللي مثبت. اوكي، اختار اللود، الحمل فين، تأثير الحمل هيبقى من فوق من هنا، هنا دي معناه ان انت هتختار نقطة فيرتكس، وهنا هتختار الجوينت. هنختار الجوينت، لان الجوينت احنا عاوزين نقصر في النص الجسم، هو تقريبا مركز الثقل بتاعه هيبقى في النص الجسم. اوكي، ونختار السطح ده، نعرف مقداره، خليه 72,000 نيوتن، تمام. نعمل كرييت مش،
كرييت مش هو بيحولوا بيحول الجسم من لدايرة لو انت شغال في الستراكشر ممبر. تمام، نبدأ نعمل رن عشان نشوف النتيجة بتاعتنا. نعمل عمودي على الشكل، عمودي الناحية التانية، اعكسه، عاوزه من فوق. اوكي، احنا عاملين اللود، اللود معكوسة، فنعكس اتجاه اللود. انا عاوزها تبقى ضغط، اتجاه الضغط، مش اتجاه خارج. نعمل ريفرس كده، الاتجاه السليم بتاعنا. طالما عدلت يبقى محتاج تعمل رن تاني. نعمل رن. اوكي، نشوف انيميشن كده للحركة بتاعة الباكلينج او الانبعاج. ده الباكلينج اللي هيحصل مع تأثير اللود اللي احنا حطيناه. هنا في حاجة مطلع لك ان اللود فاكتور 0.3، دي معناها كده انها اقل من 1، يبقى السيستم ده unsafe، غير امان، هيحصل عليه باكلينج مع تأثير اللود دوت. انت هتضطر تعدل، وهناخد درس ازاي نعدل في المثال اللي جاي بإذن الله. هناخد الاوبتمايزيشن عشان نخلي الجسم سيف او مش سيف. كده احنا خلصنا اختبار الباكلينج. نقارن، ناخد اختبار تاني على الاستاتيك ونقارن ده بالاستاتيك. نعمل كليك يمين على الاختبار ده، اختار نيو سيموليشن ستادي والاستاتيك. اوكي، نبدأ برضه نعرف نفس تعريفاتنا. نقطة التثبيت نختار النقطة ديت، الحمل المؤثر هنختار هنا النقطة ديت، سوري، اختار جوينت اللي هي النقطة دي والسطح ده. تمام، في عندك خيار تحت اسمه بيم. بيمز ده لو اخترته يبقى هتختار هتعمل الحمل باليونت لينس، بالطول كله الجسم بتاعه. هنختار انا احط القيمة بتاعة اللود دوت 72,000، اعكس اتجاهه كده. تمام، نعمل كريت مش. اوكي، نعمل رن للنتيجة. نشوف انيميشن بتاعه. هو حسب هنا الاسترس بنظرية ابر باوند اكسيال اند بيندنج. ممكن تغير النظرية وتخليها مثلا اكسيال، بس اكسيال لود، اكسيال استرس. نشوف انيميشن كده. ده هنا حسب على الضغط. المثال بتاع الباكلينج بيحسب على الانبعاج، التقوس اللي حصل في السيستم. طب عاوزين نحسب كده على السيفت فاكتور. اوكي، باك، نشوف النظرية اللي هو بيستخدمها، هو اختار اوتوماتيك. اوكي، نعمل شو، هو شو عندنا طلع السيفت فاكتور 51، يعني السيستم ده امان جدا. طالما هنا السيفت فاكتور بتاع الستاتيك لود، الستاتيك ستريس اكبر من من الباكلينج. الباكلينج كان كام؟ 0.3. يعني يحصل الاول الباكلينج هو اللي هيحصل الاول، وبعد كده يحصل الخطوبة. كده احنا خلصنا المثال. كده احنا اتعلمنا هنا ازاي تستخدم الباكلينج لود وقارناه بالستاتيك لود. شكرا، ونتقابل بإذن الله في أمثلة أخرى.